المسؤولية الاجتماعية لوزارة الداخلية هي ذراع قوي جدا من أزرع الوزارة، وبتظهر جلية في كل المناسبات. شفنا على مدار الأيام اللي فاتت أنشطة كتيرة ومختلفة لوزارة الداخلية فيما يتعلق بعيد الفطر، شفنا توزيع هدايا وورود على المواطنين، شفنا امبارح كان في تقرير عن وزارة الداخلية اصطحبت أطفال من دور أيتام وخرجت بيهم للمحلات واشترت لهم لبس. يعني مناظر ومشاهد مبهجة جدا وبتؤكد على أهمية الدور المجتمعي لوزارة الداخلية. بالمناسبة دي طبعا الوزارة وصلت احتفالاتها مع المواطنين وتوزيع الهدايا المرة دي على المرضى بالمستشفيات، وتزامنا طبعا مع قيام الوزارة بالتأمينات احتفالات المصريين. يمكن كل اللي بيمشي في الشارع اليومين دول ما زالت الناس في الشوارع بتحتفل بالعيد، وموجودة قوات الأمن بتحمي وتؤمن وتنظم هذه الاحتفالات لكل المصريين في كل الشوارع. تعالوا مع حضراتكم نشوف التقرير ونطلع نفاصل ونرجع نكمل معكم التاسعة. احنا ولادك يا بلادي بتجري في دمنا، احنا اللي لما بتنادينا معاك كلنا. تواصل وزارة الداخلية تنفيذ خططها الأمنية لتأمين احتفالات المصريين بعيد الفطر المبارك من خلال الانتشار الأمني المكثف لتأمين المتنزهات والحدائق العامة والمنشآت الهامة والحيوية والمسطح المائي ودور العرض السينمائي وأماكن تجمع المواطنين، كما تشارك عناصر الشرطة النسائية في عمليات التأمين لفرض مظلة من الأمن والأمان للمواطنين خلال أيام العيد. ولادها وقد شاركت وزارة الداخلية من خلال فرق موسيقات الشرطة المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك في الحدائق والمتنزهات بعزف الموسيقات المتنوعة التي تفاعل معها المواطنون. بالتزامن مع انتشار القوات تشارك وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بعيد الفطر المبارك من منطلق مسؤولياتها الاجتماعية والإنسانية، حيث وجهت الوزارة مأموريات إلى عدد من المستشفيات المختلفة على مستوى الجمهورية لتوزيع عبوات تحتوي كحك العيد على المرضى من يتلقون العلاج بتلك المستشفيات في إطار الدعم المعنوي والنفسي المقدم لهم من قبل الوزارة لتحمل رحلة العلاج وآلام المرض. وعيش حرة يا بلادي في كل الأزمنة، وقت لما تحتاجينا إحنا دايما هنا. مرة حسيت بخوف وقد الظروف مفيش أي قوة تهزنا. نشكركم على محبتكم وعلى زريتكم الحلوة، وفرحتونا وفرحتوا عيالنا، وربنا يفرح قلبكم وكل سنة وانتم طيبين. دي حاجة فرحت قلوب ولادنا وفرحت قلوبنا، لأن إحنا طبعاً فرحنا كتير لأن هم افتكرونا افتكروا ولادنا. شكراً على الزيارة الجميلة دياً وبسطتنا ورفعت من روحنا المعنوية، إحنا والأولاد والأولاد كانوا مبسوطين جداً. كل سنة وانتم طيبين، وألف الشكر للريس اللي مش ناسينا، وكل سنة وانتم طيبين. هذه اللمسة الإنسانية من وزارة الداخلية بمشاركتها فرحة العيد مع المرضى كان لها أثر إيجابي عليهم، فقد رسمت الفرحة على وجوههم ورفعت من روحهم المعنوية. يعني أولادنا كلهم فرحانين، والحمد لله إن أنتوا بتزورونا، وأطفالنا كويسين دايماً طول ما هم بيشوفوكم. إحنا بنشكر الرئيس عبد الفتاح السيسي إن هو دايماً مش ناسينا وفاكرنا وبيفرحنا دايماً وبيفرح أولادنا. إحنا مصر ومصر إحنا في كل صعب، والحكاية مستمرة من سنين، كل واحد فينا شرطة ولا شعب، حبها في قلوبنا بعد الدين. أبدى المرضى بالمستشفيات المختلفة فرحتهم بهذه المبادرة، ووجهوا الشكر لوزارة الداخلية التي وفرت لهم أجواء من الفرحة والبهجة زادت من شعورهم بفرحة العيد. نشكر ضباط وزارة الداخلية اللي هم جم النهاردة وبسطوني وبسطوا ابني وجابوا له لبس العيد. شكرا ان هم فرحوا ابني بمناسبة عيد الفطر المبارك، وكل سنة وانتم طيبين. احب اشكر الرئيس على الهدايا اللي قدمها لاطفال المستشفيات لادخال الفرحة والسرور على قلبهم. احب اشكر وزارة الداخلية على النهاردة على زيارتهم الجميلة للمستشفى وتوزيع ملابس العيد على الاطفال، وطبعا ده ليه احساس حلو جدا عند الاطفال وبيدخل السرور على قلوبهم وعلى قلوبنا احنا كمان. ودي مش حاجة جديدة على وزارة الداخلية، يعني دي زيارات متكررة ومستمرة، ونتمنى أنها إن شاء الله تستمر في مناسبات تانية. مشاركة إيجابية من وزارة الداخلية المواطنين الاحتفال بالأعياد والمناسبات في إطار تفعيل الجانب الإنساني والاجتماعي في الاستراتيجية الأمنية
التي تواصل تحقيق مستهدفاتها في تقديم خدمة أمنية ذات أبعاد اجتماعية وإنسانية للمواطنين.